بنجدد التحيه والترحيب بكل حضراتكم، اهلا بكم في تاني فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده. وفي الفقره دي منورانا اول حكمه دوليه مصريه يتم تعيينها في بطوله كاس العالم للكانوي. منورانا نانسي احمد لاعبه وحكم الكانوي. صباح الفل عليكي. صباح الفل عليك يا كريم، اهلا بيك واهلا بيك يا نهوان. لا انت منورانا والله بجد، ونموذج برضو يعني محترم جدا للمراه المصريه اللي بتخش مجالات كتيره وبتنجح في اي مجال هي بتدخله بصراحه، رغم ايه اي كلام بيتقال او اي انتقادات او اي تخوفات. خلينا نبدا معاكي من الاول يا نانسي، وانت مفروض دلوقتي بنتكلم عن الكانوي، ممكن نعرف برضو الساده المشاهدين ايه الكانوي ده في البدايه؟ تمام. هو الكانوي كان هو واتحاد التجديف نفس الاتحاد، يعني هو والتجديف نفس في نفس الاتحاد. هي لعبه شبه التجديف شويه. بعد كده الاتحاد انفصلوا هما الاثنين عن بعض في 2011، فبقى الكانوي منفصل عن التجديف، كل واحد فيهم اتحاد قائم بذاته. الكانوي تحت منه 11 لعبه مختلفه. طبعا عندنا في الكانوي بولو، وفي الاس يو بي او الستاند اب بادلينج، وفي عندنا الكاياك، وفي عندنا الدراجون بوت، عندنا تصنيفات مختلفه كتير. الكانوي بيختلف عن التجديف ان كل واحد فيهم لعبه منفصله بمراكب منفصله تماما، مراكب مختلفه، ستايل المراكب مختلف، ستايل المقديف مختلف، حتى طريقه القدفه نفسها مختلفه، لان التجديف اللاعب بيقدف بظهره، الكاياك اللاعب بيقدف بوشه. اللعبتين مختلفتين تماما، مفيش ما بينهم، ما نقدرش نقارن نقول ما بين حتى المراكب في اطوالها في اوزانها في اي حاجه. والكانوي اصلا في منه حاجه بولو وسبرنت برضه. في عندنا الكانوي بولو، الكانوي بولو بيبقى قريب شويه للووتر بولو، عباره عن خمس مراكب ضد خمس مراكب في بول، مساحته بتبقى من 23 متر ل 35 متر. بيبقى في عباره عن عندنا طبعا هاف تايم وماتشين، ماتش بيبقى حوالي 10 دقائق، والانترفلز او اللي هي الهاف تايم بيبقى 3 دقايق، اقل وقت بيبقى دقيقه، ويبتدي كل فرقه تحاول ان هي تحذف الكوره وتجيب جون، ويتم بعد كده احتساب الاهداف. بس الكانوي بصفه خاصه والتجديف بشكل عام بيتهيألي مش يعني مش دايما بتلاقي فتيات كتير لما يقرروا ان هم يمارسوا رياضه معينه، غالبا ما بيختاروش النوع ده من الرياضات، فانت ايه قصتك مع الكانوي؟ انا ابتديت الاول تجديف، لعبت تجديف من وانا عندي 11 سنه. وقتها زي ما قلت لحضرتك كانوا الاثنين نفس الاتحاد. بعد كده ابتدى يبقى فيه اهتمام بلعبه الكانوي في 2009، فكنت من اول البنات اللي دخلوها، عجبتني، حسيت ان هي فيها مغامره اكتر. خلينا في التجديف الاول اصلا. ايه اللي وجهك ليها؟ بابا يعني معظم الفتيات بيروحوا لرياضات شويه مختلفه او بعيده عن اللي انت اخترتيها. بابا الله يرحمه كان بيلعب تجديف، فهو اللي دخلني انا واخواتي، واخواتي حكام برضو، اختي حكم دولي في الكانوي، واخويا حكم ممتازه. ده العيله مسيطره. العيله مش سهله. بس فالحمد لله طبعا عجبتني جدا التجديف، حسيت ان لعبه مختلفه في مكان مفتوح، بننزل في النيل الصبح بدري، بعد الفجر بنبتدي تمريننا، حسيت ان فيها مغامره، حسيت ان فيها تحدي، حسيت ان انا فعلا كلاعبه تجديف ده انا يعني نفعني كتير في شغلي بعد كده قدام، ان يبقى فيه مثابره، وان انت عايز دايما توصل للمركز الاول، لان دايما بنعتبر بالنسبه لنا التاني خسران، يعني دايما كلنا عايزين الميداليه الذهب. فحسيت ان عجبتني جدا، وحسيت ان هي جزء من حياتي، لان انا قعدت لغايه ما اتخرجت 2011 لغايه بطوله الجامعات في التجديف وانا بلعب تجديف. فكانت عجباني جدا. الكانوي كنت من اول البنات اللي ابتدت تلعب كانوي، بعد كده لما طلبوا حكام فابتدوا يدوروا على اللعيبه اللي كانت بتلعب اصلا، فابتديت من حكم درجه ثالثه لغايه وصلت امتحان القاري ونجحت الحمد لله، والدولي في دوره الالعاب الافريقيه في المغرب. لغايه وصلتي لبطوله كاس العالم. دي كانت حاجه، دي كانت حلم بصراحه. اختاروكي ازاي؟ بصي يا نانسي بقى احنا معاكي وما وراناش حاجه، الفقره دي فيها وقت، فعايزين نسمع منك اصلا الاختيار كان ازاي، والتشالنج طبعا بالنسبه لك، واكيد كانت مهمه صعبه، يعني عايزين الكواليس كمان نعرفها. تمام. احنا بطوله تقيله جدا يعني، مش انا عايزه اقول بس ان كاس، لان انا ابقى حكم في كاس العالم ده كان حلم جميل جدا، لان احنا زي ما قلت لحضرتك انا ابتديت ما كانش فيه في الاول، كنا كلنا على بعض 9 بنات في مصر وما كانش فيه مراكب، فكان عندي طموح ان نفسي اللعبه تنتشر والناس كلها تشوفها، وليه ما هنروحش نحكم بره في كاس عالم والناس تبتدي تعرفنا ونبقى جزء كمان ونحكم في طوكيو كمان او في الاولمبياد عامه. فانا لما رحت هناك الاختيار تم الاول، بنرشح نفسنا في بطولتين. فين كاس العالم كان مقام فين؟ في بولندا، من 26 ل 29 في بوزنان تحديدا، بحيره مالطا. كويس ان ده حصل قبل القلق اللي حاصل في الجزء ده من العالم دلوقتي. بس يعني انا اللي كنت لسه في 29 5، فلسه راجعه. الله.
والدنيا كانت ايه عامله ازاي؟ لا لطيفه، لان بوزنن بلد، بوزنن في وسط بولندا، فهي مش على الحدود. لا لا بالعكس، كانت الدنيا امان جدا. فطبعا الاتحاد مشكورا، المفروض ان انا ببعت الترشيحات، والاتحاد مشكورا بيبعت الترشيحات للجنه الحكام الدوليه، وهي بتبتدي تختار الاسامي. فالحمد لله رئيس لجنه حكام البطوله هو مستر توشي، هو طبعا هو اللي امتحني في دوره الالعاب الافريقيه في المغرب. انت بتتكلمي صور البطوله نازله معانا. فطبعا اول لما قابلته هناك قال لي انا كنت بدور على اسمك علشان اعينك، وابتدى يتكلم عني، كان في دعم يعني كويس. هو كمان بيدوروا يعني عليكي، فدي فدي كانت حاجه انا يعني كانت بالنسبه لي مفاجاه بصراحه. واستغربت ان هو من 2019 فاكرني وفاكر واتكلم عني كويس جدا قدام الحكام الدوليين. كانت حاجه كويسه، لان معظمهم كمان كانوا حكام في طوكيو، في اولمبياد طوكيو، فكانت خبره جميله جدا. اكتسبت خبره كويسه. احنا بنتكلم البطوله مشارك فيها 48 دوله. كان عدد مهول. وطبعا يعني انا عايزه اوجه الشكر للاتحاد برئاسه اللواء ايمن شويته، لانه فعلا ساعدنا ودعمنا كحكام، وكمان مش بس في الكانوي سبرنت ولكن كمان في الكانوي بولو، لان انا الحمد لله انا اكتست دوره التحكيم الدولي في الكانوي بولو، فانا دلوقتي حكم كانوي بولو بفضل الاتحاد، انه في مارس قدر ان هو يعني يعمل زي دعوه لرئيس لجنه الكانوي بولو الدوليه ينزل ويمتحن الحكام. فالحمد لله بقى عندنا في مصر 6 حكام في الكانوي بولو، انا واحده منهم. كمان يعني في دعم كويس من الاتحاد، برضو من عضو مجلس الاداره الدكتور احمد جمال، دايما متابعنا فتابعني بصراحه في كل حاجه خاصه بالسفر. فلا كان في الحمد لله، انا شايفه ان في تقدم حاصل وفي تطور حلو جدا في اللعبه، اذا كان في الكانوي بولو او الكانوي سبرنت. البطوله تحديدا طبعا رئيس لجنه او رئيس الاتحاد الدولي مستر توماس كان موجود، لقيت دعم كبير منه، ولقيت دعم كبير من سيسيليا نائبة رئيس الاتحاد الدولي، وكمان رئيس الاتحاد الأفريقي كان موجود هناك، وابتدى يبقى فيه كلام عن انه كمان عايزيني امسك منسق اعلامي للاتحاد الافريقي. حلو قوي، بوزيشن كويس قوي، لانه اوريدي كنت انا المنسق الاعلامي لاول افريكان جيمز في موروكو، وكنت المنسق الاعلامي للبطوله الافريقيه اللي اتعملت في مصر. فحسيت ان في دعم من الناس، برغم ان عدى 3 سنين الناس لسه فاكراني. دعم وتصعيد كمان يعني. يعني انا عايزه اقول لحضرتك انه توشي رئيس لجنه الحكام الدوليه بعت سيرتيفيكيت مخصوصه، بعتها لي على ايميل الاتحاد المصري، وحطني سي سي دي السيرتيفيكيت بتاعتك، وبعت يقول لهم ان هو محتاج ان هو يشوفني اترشح في بطولات ثانيه، وخاصه بطولات العالم. حاجه موثقه اهو قدام حضراتكم عشان ايه. برضو عايزه برضو اتكلم عن نقطه تانية، انه احنا السنه دي عندنا حكام دوليين مرشحين في بطوله العالم، عندنا حكم كمان مرشحه في بطوله كندا، عندنا كابتن منى محمود، عندنا كابتن عبير في الاس يو بي، كمان بقى عندنا حكام مرشحين في بطوله العالم، عندنا كابتن عمرو تمراز، وعندنا كمان كابتن شريف خضر وكابتن جومانا. فالحمد لله بقى في توجه ان عندنا حكام دوليين يبقى لينا كوتا، او نبقى موجودين في البطولات الكبيره زي بطوله كاس العالم وزي بطولات العالم. التنظيم هناك كان رائع جدا، حسيت ان انا استفدت. عندي طموح، نفسي ابقى حكم في اولمبياد باريس 2024. دي بقى هل ممكن يعني في تشانس؟ انا اتكلمت مع توشي، هو قال لي طبعا الموضوع محتاج خبره، وده معناه ان انا يعني لازم احضر بطوله. توشي منين؟ ياباني. ما الاسم ياباني. فهو قال لي ان طبعا محتاج ان الواحد يكون بيحكم اكتر من بطوله دوليه زي بطولات كاس العالم او بطولات العالم. ولكن انا يعني انا عندي طموح، وشايفه ان شاء الله يعني. بس انت اوريدي قطعتي شوط الى حد كبير من الخبرات بالزبط. المطلوبه عشان ان شاء الله حتى لو ما لحقتيش باريس 2024، على الوقت الاولمبيات اللي بعديها هتكوني اكيد كونت الخبرات الكافيه. انا رجعت من هناك عندي 2 تارجت، منهم ان انا نفسي ابقى في اولمبياد باريس، والتارجت الثاني نفسي مصر تستضيف بطوله كاس عالم او بطوله عالم، لان انا شايفه ان احنا مصر يعني فعلا عندها الإمكانيات، كل الامكانيات طبعاً المتاحه. لما طلعت بره لقيت ان احنا بالعكس، احنا ما شاء الله عندنا هنا حكام كويسين جدا، والحاجات الفروقات البسيطه بس في مجرد ديفايسز او اجهزه مختلفه ممكن ما تكونش موجوده هنا. على صعيد بقى يعني انتوا ملاعبكم انهار وبحور وكده، كله موجود في مصر يعني. كل حاجه موجوده في مصر بالظبط. طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اتكلم عليها، كان عندنا البطل احمد نجيب في البارا كانوي،
هو طبعا هو نقيب واتصاب في سينا وبعد كده دخل البارا حقق مركز ثامن تقريبا حقق مركز حقق مركز ثامن. وانا عايزه اقول انه احنا عملنا بوست بون او اجلنا البطوله مرتين لان الظروف الجويه هناك كانت صعبه جدا، الامطار والرياح كل حاجه كانت صعبه. فالسبب بتاع احمد كان حظه ان المياه كانت سيئه، الطقس كان سيء جدا، فحقيقي فعلا يعني عايزه اقول كده كان ممكن يحقق مركز كمان متقدم عن الثاني. لا المياه كان في فيديو تقريبا مش عارفه موجود ولا لا، بس فعلا المياه حرفيا كان حضرتك بتتفرج على موجة بحر هايج. فطبعا ده ما كانش ملائم، ولكن مع ذلك قدر ان هو يحقق مركز ثامن. عايز اقول ان البطوله كانت قويه جدا، بنتكلم في 48 دوله، في دول قويه، من الدول القويه في البطوله كانت طبعا بولندا، اوكرانيا، المانيا، تشيك برضو كانت من الدول القويه، وفي برضو اعتقد لاعب اسمه فرناندو ده من البرتغال، ده كان سابق ان هو حقق 4 ميداليات ذهبيه. لا بس انا عايزه اقف عند احمد نجيب شويه، لان احمد نجيب زي ما احنا عارفين هو عنده اصلا بتر، ففكره هنا التحدي يعني، ما هو موضوع برضو طبعًا. يعني في تشالنج اصعب او مضاعف، فمعلش ممكن تحكي لنا قصته شويه؟ هو طبعا هو احمد بينزل سباقات البارا كانوي، وهي ديت اللي بتكون فيها يعني كل الناس اللي في نفس الفئه لازم بيكون بنفس الظروف عشان يبقى فيه تكافؤ. بالظبط. بس احمد حقيقي اولا انا يعني حد يعني احنا عايزين نقول ان احمد فعلا مقاتل، لو هو كان مقاتل في سينا قبل كده فدلوقتي هو مقاتل في اللعبه. لانه طبعا يعني اولا زي ما قلت لحضرتك البطوله كانت صعبه، الكانوي والكاياك اصلا كلعبه مش سهله كمان، البالانس فيها طبعًا. مش سهل. احمد ما بقالوش كتير فتره طويله بيلعب، ممكن 3-4 سنين، مش سنين طويله، ممكن يكون نازل قدامه ناس بقالهم عندهم خبره اكتر في الكانوي بيلعبوا بقالهم كتير. هو من الشخصيات اللي عندها اصرار بشكل كبير جدا جدا، دي حقيقه شخصيته يعني فعلا يعني بتبقى باينه على في اللعبه. لا دي فعلا حقيقه، احمد فعلا حد مقاتل ويستاهل فعلا كل خير، وهو نفسه يجيب ميداليه لمصر يا رب. يعني يا احمد فعلا نفسه يجيب ميداليه رغم كل الظروف الصعبه اللي هو يعني الظروف الجويه طبعا الصعبه اللي تعرض لها هناك، ولكن هو طالع جايب مركز ثامن في فاينل، في دول كبيره طلعت من الفاينل يعني، في دول كبيره ما حققتش المركز اللي قدر يجيبه احمد، مع ذلك هو طالع متضايق، انا كان نفسي اجيب ميداليه. فان شاء الله باذن الله نامل ان هو يجيب ميداليه باذن الله في اولمبياد باريس. احنا لسه كلامنا معاكي ما انتهاش، احنا بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل دردشه. اتفضل. بونجور مرة تانية، وخلاص فاضل 4 دقائق على انتهاء هذه الفقرة مع كابتن نانسي أحمد لعبة حكم الكانوي، والنموذج الناجح جدا للمرأة المصرية اللي بتثبت نفسها في أي مجال بتدخل أو بتشارك فيه. نانسي أنت كمان لك علاقة طبعا، أنت منسق إعلامي في التجديف. بالضبط. طب لو هروحت معاكي لمنتخب التجديف عندنا والبطولات الأخيرة ومشاكل برضو المنتخب، لو يعني بمنتهى الشفافية تقوليها لنا عشان برضو نبقى فاهمين. احنا التجديف دلوقتي ما بقاش بس التجديف في المايه، ولكن في كمان حاجات تانية زي تجديف الصالات على جهاز الارجوميتر، هو الجهاز ده بيحاكي حركه التجديف اللي في المايه. تمام. فمصر دخلت بطوله العالم وقدرت ان هي تحصل على 4 ميداليات ذهبيه وميداليه برونزيه، الكلام ده كان في شهر مارس اللي فات. فالحمد لله احنا في تجديف الصالات نعتبر عاملين انجاز كويس. كمان في حاجه جديده اسمها تجديف الشواطئ، ده بيبقى بقوارب كوستال بوتس او قوارب معموله خصيصا للبطولات الشاطئيه، ولكن بتكون المراكب بيبتدي اللاعب ياخد المركب وينزل من على الرمله ويبتدي ينزل للميه ويركب جوه المركب وهو في الميه اوريدي بطريقه معينه، وابتدي يلف حوالين يعني اماكن معينه، المهم ان هو اسرع مركب هتلف. ده زي اللي احنا شايفينه ولا ده مختلف؟ ده كانوي. ده كانوي. ده كانوي. ده كي 4 دي مركب الرباعي. بس أوكي. جهاز المحاكاه ده مش يعني هو حاجه عامله زي اللعبه جزء كبير من حلاوتها لما تكون موجوده في الميه بالفعل. هو اكيد في فرق ما بين الاثنين، بس انا عايزه اقول انه اساسا لاعب التجديف لازم بيلعب على الجهاز الارجوميتر، ده جزء من تدريبه، لان هو الجهاز بيبقى اقرب للتريد ميل، فبيبين انت مثلا المسافه السبق 2000 متر فانت خلصتها في قد ايه، عملت كام ادفه في الدقيقه. هو ده نفس المبدا برضو او نفس فكره ان انت تجري على تريد ميل بالمقارنه بان انت تجري في الطبيعه مثلا. اكيد طبعا في فرق، اكيد في فرق، في متعه. وفي متعه في المايه، وبعدين انت بتبقى في مراكب بتعدي، في مراكب جنب منك وانت بتحاول تطلع من المراكب عشان تجيب احسن مركز، فاكيد يعني لا في فرق ما بين الاثنين. ولكن في
تجديف الصالات احنا الحمد لله عاملين حاجه كويسه ان احنا نجيب 4 ميداليات ذهبيه في بطوله العالم لتجديف الصالات. وكمان عندنا برضو زي ما قلت لحضرتك تجديف الشواطئ، ابتدى الاتحاد ان هو كمان يبقى فيه عندنا لعيبه موجودين لتجديف الشواطئ، ابتدى ان هو يستحدث اللعبه. ده كانوي اللاعب زي ما حضرتك شايفه كده بيبقى مرتكز على ركبته وبيقدم في اتجاه واحد اذا كان يمين او شمال. ده كانوي هو رجله في رجله على الشراع ركبته على البورد نفسها. على البورد هو ده مش بورد، ده بوت بس يعني هو على البوت ماشي. بالظبط كده، وساند على الركبه الثانيه وابتدي ان هو يحرك المقداف يمين او شمال. ده كانوي اللي بيبقى بكفتين يمين وشمال، هو ده الكاياك. برضه عايزه موضوع كبير قوي. ما انا بقول لحضرتك في اكتر من تصنيف كمان في او في اكتر من لعبه في الكانوي، مش بس الكانوي او الكاياك او الاس يو بي او حتى الدراجون بوت، لا في العاب تانية كتير موجوده وكل لعبه قايمه بذاتها وليها رولز قايمه بذاتها. فالحمد لله احنا بالنسبه زي ما قلت لحضرتك بالنسبه للتجديف احنا ان شاء الله مفروض مشاركين في بطوله العالم مرحله ثالثه في سويسرا في شهر 7. برضو اعتقد برضو في الكانوي مشاركين في بطوله العالم في كندا في شهر 7 برضو. ف يعني الحمد لله اذا كان اتحاد التجديف او اتحاد الكانوي بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يبقى فيه خبره، لان المشاركه في بطولات كبيره زي كاس عالم او بطولات العالم بيدي للاعب خبره وبيدي له ثقه في نفسه وبيخليه. انت هتشاركي في الفعاليات اللي لسه بتحكي لنا عنها دي الفتره الجايه؟ انا كحكم لا، المفروض ان انا السنه دي كده خلاص بالنسبه لي هي بس كاس العالم في بولندا، ان شاء الله بقى الترشيحات بتبتدي في شهر 12 بنبعتها وبيجي لنا التعيين ليها في شهر 2 في فبراير. طب ايه التجديف تحديدا لو كلمتك عنه زي ما كنت بسالك، هل في اي مشاكل حاليا؟ احنا كنا استضفنا ابطال كتير جدا في التجديف وكان يمكن بيتكلموا شويه عن السبونسرز او غيره، يعني الدعم المادي تحديدا من قبل الاتحاد، هل لسه المشكله قائمه ولا تم حلها ولا ايه؟ المفروض ان كان في اعتقد يعني زي مباحثات كده ما بين الوزاره وما بين الاتحاد بالزبط. كان في مشكله ماليه بس اتحلت واحنا بالفعل عندنا سبونسر واحد، ولكن خلينا نقول انه لعبه التجديف برضو لعبه مكلفه لان احنا بنحتاج قوارب، بنحتاج مقاديف، وشحن القوارب والمقاديف بيكون بفلوس مش قليله. يعني ممكن يبقى الشحن بتاع المراكب والمقاديف اغلى من ثمن المقاديف والمراكب نفسها. طب هم المعدات دي بتكون موجوده فين يعني؟ بيبقى ليها زي مكان كده بتبقى موجوده بتتخزن فيه اكيد، في اللي هو بيبقى مكان تابع للنادي للاتحاد ولا الانديه تابع للاتحاد الانديه ولا؟ بتكون موجوده في العوامات، بتبقى محطوطه كده على هولدرز معينه المراكب والمقاديف كمان. ونفس الفكره بالنسبه للمراكب المنتخب تكون موجوده برضو في مكان لوحدها، والمكان ده بيقدر اللعيبه ياخدوا المراكب وينزلوها طبعا بمعرفه المدير الفني. فانا بصراحه انا بحب جدا رياضه التجديف وبحب الكانوي، وانا اعلام القاهره اصلا، فكان دايما عندي طموح ان انا دايما نفسي يبقى في تغطيه اعلاميه كويسه لكل الالعاب اللي بنسميها الالعاب الشهيده، لاني كنت بشوف قد ايه في ابطال بيعملوا فيها انجازات مهمه جدا وما كانش حد يعرف عنهم حاجه. وطبعا يعني بشكر طبعا يعني طبعا السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ان هو من 2019 لما ابتدى يكرم اللعيبه في دوره الالعاب الافريقيه طبعا فخامه الرئيس حافز أكيد كان في بقى في حافز وخلى ان في اهتمام من الاعلام ان هم يبتدوا يجيبوا اللعيبه اللي عاملين انجازات ويطلعوهم في القنوات ويقولوا انجازاتهم. فبوجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على فعلا اهتمامه بالالعاب الاخرى، خاصه طبعا اللي احنا بنسميها العاب شهيده، وان شاء الله ما تبقاش شهيده وكل شهيدة. بطل عشان مهضوم حقها، عشان مهضوم يعني حقها علينا مصطلحات احنا والله تعبير قاسي شويه، ربنا يجعلها اخر الاحزان ان شاء الله. وقال الله نانسي نورتينا بجد والله، انا مبسوطه جدا معاكم واحنا بنتمنى لك كل توفيق بجد، يعني انت كده ماشيه كويس قوي، ربنا يوفقك، ويوم من الايام تكوني موجوده في اولمبياد، معرفش بقى تبقى باريس 2024 ولا اللي بعدها، بس جود لك ان شاء الله نورتينا ان شاء الله. متشكره جدا، نشكرك على وجودك معانا. الف شكر. طيب احنا هنطلع فاصل اخير يا حضرات ونرجع بقى، نهاوند هتكون موجوده مع حضراتكم ان شاء الله مع ضيفتها، وحديث مطول حول تقويه العظام وده موضوع مهم جدا، خليكم معانا.